والله ساعة نحب نجاوب ساعة نحب نعطي بعض الإيضاحات على بعض النقاط اللي قلت لهم باش نبداو واضحين وباش نحيو المغالطات. أول حاجة أنه ساعة الديمقراطية اللي يحكيوا عليها هي ديمقراطية الولايات وإحنا ضد ديمقراطية الولايات. وتو نعطي أنا بعد معناتها من حيث المحتوى الموضوع شنو المشكلة. حاجة ثانية أنه الموضوع لا يتعلق لا بقانون المالية ولا بحكاية الحكومة. طبعا. الموضوع مسألة ليدرشيب، مسألة زعامة داخل الحزب وممارسات غير ديمقراطية داخل الحزب. هذا هو. الحاجة الثالثة نحب نطمن العباد الكل والناس والمنخرطين والناس اللي تحبنا والتبع فينا واللي عندهم أمل في أفاق تونس. احنا ما خرجناش من أفاق تونس وما استقلناش من أفاق تونس، احنا جمدنا العضوية. فما فرق بين إنسان جمد عضويته وبين إنسان استقال. احنا جمدنا العضوية حتى تصحيح المسار، وهذا اللي خرج في البيان نتاعنا. حاجه اخرى اللي حبيت التوضيح الاخر اللي حبيت نقوله هو انه فما تمرير ونوع من الاشاعات اللي قاعده خارجه انه الشيء هذايا والبيان هذايا خرج على خاطر الوزراء يحبوا يقعدوا في الحكومه. راهي ماهيش مساله مناصب وماهيش مساله كراسي، وهذا تجيكم المفاجأة في الساعات المقبلة. شنو المفاجأة؟ المعلومة اللي عندي أنهم الوزراء باش يخرجوا. هذا هو، هذي هو يعني باش يخرجوا. أكد لنا المعلومة هذه يا هاجر. نأكد لأنه هذا انضباط لقرار الحزب، الحزب أخذ قرار حتى كان احنا عنا مؤخذات على طريقة أخذ القرار. احنا مانيش ناس كنا ديما معناتها نقبلوا الديمقراطيه، لكن ما لا نقبله هي الممارسات وتنجي للممارسات. الحاجه اخرى اللي حبيت نقولها توضيح على الاسم نتاع سي عبد القدوس تعداوي. سي عبد القدوس تعداوي البارح حتى النصف الليل معانا وممضي على الوثيقه، نجم نبعث لك الصوره نتاع الوثيقه اللي صححنا فيها الممضات، انه ما بين البارح نصف الليل واليوم الصباح انسحب. هذيك حقه وحريته واختياره، اما انا نقولوا ما كانش معاهم واسمه تحط في القائمه، هذه مغالطه للراي العام وهذه غير مقبول، على خاطر عندنا وثيقه ممضات من الاعضاء هذوما وكل واحد قدام اسمه. مهم ياسر اللي نحكيو على الناطق الرسمي باسم الحزب تقريبا هكا ولا دونك انه من البارح ما بين البارح نصف الليل واليوم الصباح صارت ربما تطورات نقاشات ولا تطورات، هذيك حاجه اخرى وهذه ممارسات اعتدنا بها احنا من طرف اللي يدعيوا الديمقراطيه. نحب نقول توا سي لطفي كان تسمح واحنا علاش ما معناتها اليوم البيان هذايا خرج وطلبنا تصحيح المسار، وكما ريت معناتها الاسماء ما همش معناتها ما همش شوية قيادات كبرى ومؤسسين. احنا خذينا قرار في وسط الكتلة النيابية تماشيا وتناغما وتناسقا مع وجودنا في الحكومة اللي هو صوتت عليه المجلس الوطني نتاع نوفمبر، ومعناتها عملنا أربع مجالس وطنية كلها تصب في أنه نبقاو في حكومة الوحدة الوطنية وما نخرجوش من حكومة الوحدة الوطنية. بالتالي احنا قرارنا نعرفوا اللي تصويت على الميزانية ستناكت بوليتيك هو معناتها يعني تصويت سياسي، أن ما تنجمش تكون ثق هنا وثق غادي، فما تناسق وتناغم في المواقف السياسية يلزمها تتم. دونك أنت كي أنت عضو معناتها مازلت طرف في الحكومة وفي وثيقة قرطاج تنجم تنقد الميزانية كلها نقدناها، وكان سي رياض الموخر كان من أشد المنتقدين داخل الحكومة للميزانية، وحاولنا نحسن وجانا وزير المالية وعملنا مقترحات وناقشنا في الميزانيات القطاعية، وفي التصويت بررنا عن مواقفنا وطيحنا فصول واعطينا الموقف نتاعنا واضح ولاغش في الإعلام وفي كل شيء. تبقى التصويت على القانون برمته ستناكت بوليتيك، يعني تمنح الثقة للحكومة وتعطيها الإمكانية تخدم، ولا أنت تحبها تقولها لا راني مانيش معاك. وأحنا أنا شخصيا على الأقل والنواب اللي صوتوا كيفي صوتنا تناغما وتناسقا واحتراما لقرارات السابقة للمجلس الوطني. لماذا لم تقع دعوة المجلس الوطني قبل التصويت على الميزانية باش من بعد نلوي وذراع المجلس الوطني ونقولوا رانا احنا هانا عملنا احتفال وهيا نخرجوا؟ مش هذا المعقول. حاجة ثانية، فما خلل إجرائي وأنا ما نحبش نشر الغسيل معناتها في وسائل الإعلام، هذه مش من شيمتنا في أفاق تونس ومش من أخلاقياتنا. احنا معناتها رئيس الحزب جانا في الكتلة النيابية وحاول أنه أنت شوف الصور متاع كتلة أفاق تونس وقت التصويت على الميزانية خمسة دقائق قبل الناس تكون في التليفون. أش معناها هذه؟ أش معناها؟ معناتها فما
محاولة للتأثير على التصويت. أنا واحدة من الناس مقتنعة بتصويتي ودفعت عليه، وتعرضت لحملة غير مسبوقة في وسط الحزب للشتم والسب والإهانة، معناتها على خاطر تبعات القرار اللي أنا أعتقد وأني احترمت فيه المجلس الوطني واحترمت قرارات الحزب وما عملتش حاجة غالطة. وحتى كان غالطة مش بالسب وبالشتم وبالقذف، معناتها باش تجيو تفهموني اللي أنا غلطت في قراري ولا في تبعات قراري. هذا هو الحاجة الثانية، المجلس الوطني وأسباب تجميد في رياض المؤخر معناتها عضويته واستقالته من رئيس المجلس هو تجاوز للصلاحيات. الفصل نتاع النظام الداخلي يقول يدعو معناتها المجلس ينعقد بدعوة من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء أو بطلب من الرئيس، ما كانش بدعوة من الرئيس قال بطلب، معناتها الرئيس يطلب ومن بعد يدعو. هو الدعاء وحدد جدول الأعمال وقت هو رئيس المجلس يحدد جدول الأعمال، ولم يكن التصويت واردا داخل جدول الأعمال. ومن بعد حبوا يداركوا الخطأ الإجرائي، ولا نائب الرئيس هو اللي نشر على الصفحة نشر الدعوة والجدول الأعمال. دونك هذه إخلالات إجرائية، وانت تنجم تشوف في الصور الناس اللي حاضرين تصلي كيفاش 50 واحد صوتوا وجاو 93 صوت، جاي الناس كل جايبين معناتها تواكيد. واضح التفاصيل، نمشي معاك انا لما جاء في البلاغ نتاعكم. إخلالات إجرائية هذه، احنا هذه اللي خلينا احنا ما نوثقوش على الممارسات هذه على خاطر ماهيش في صالح الديمقراطية ومش في صالح الحزب. نظرا للأسماء الكبرى والقيادية والمؤسسية اللي البعض أسس حركة أفاق تونس تقولوا في البند الرابع تحمير رئيس الحزب مسؤولية هذا القرار وتبعاته من تقسيم داخل الحزب. نعم، هل نس يعني هل يمكن أن نسير إلى تقسيم فعلي داخل؟ نعم، احنا توا مانيش قاعدين، هو تقسيم في الرأي ولكن ماهوش انشقاق. احنا جمدنا العضوية مبدئيا وهناك تبعات على مستوى الجهات، معناتها في الساعات القادمة تشوفوا القواعد الحقيقية متاع الحزب كيفاش باش تتحرك. يعني اللي صار البارح ماهوش مقبول، وقت اللي احنا اعتدنا في أفاق تونس وقت تصير خلافات جوهرية من نوع هكايا ما نمشيوش للتصويت حفاظا على تماسك الحزب. البارح ثم كان ثم نية انه معناتها نمشيو للتصويت، وحتى كان خرجوا 4 ولا 5 من الناس وسمعناه هذايا قالوا هنا نول نت انديسبونسابل. انا نقول الحزب اللي يحب يكبر ما يقولش لاولاده نول نت انديسبونسابل، والحزب اللي يحب يكبر ما يكسرش جوانح اولاده وما يقولهمش برا في لمان نقعدوا احنا فيه. سؤال اخير هاجر، انتم نعم. قلتوا انه معناها الاجراءات اللي صارت هذه معناها عندها تداعيات حتى على الحكومه على وثيقه قرطاج في نفس الوقت. في نفس الوقت انت تاكد ان الوزراء هذوما باش يخرجوا من حكومه يوسف الشاهين، لانه احنا من معناتها الصوره اللي احنا القرار انا قلته في اول المداخله انه عمره ما كان مرتبط بالمناصب وبالمواقع، وانه يقعد وزير في الحكومه معناتها انه يجري وراء الكرسي والمنصب، ومش هذا المغزى. احنا المشكل الكل ممارسات غير مقبوله. اليوم الحزب خذا قرار، احنا مطالبين بالانطواء وباحترام قرار، حتى كان احنا عندنا مؤاخذات على الطريقه اللي خذاها حفاظا على معناتها، لكن هذه قلنا التبعات هذه يتحملها رئيس الحزب لانه هو اللي جرنا الى هذا. وبالطبيعه باش تكون فما انتكاسات لانه ما عادش نحكيو على حكومه وحده وطنيه. وثيقه كارتاجي ومحتواها، انا نحب نفهم كيفاش تفسر لي سيد ريم محجوب كيفاش احنا متمسكين بالوثيقه ما رانا خارج الحكومه. تو هذا كلام معناتها يعني تضارب هذه في معناتها حتى من ناحيه المنطق ولا يعني حكومه الوحده الوطنيه كان تخرج منها افاق تونس ما عادش عندها وجود باش تولي حكومه اخرى سميوها اللي تحبوا توافق ولا اليوم، اما ما عادش حكومه وحده وطنيه. دونك واضح تاكد لنا خروج. حبيت نقول اللي هذايا معناتها باش يجر ازمه سياسيه نتاع هنا باش نحطوا شكون الوزراء اللي باش نحطوهم ومنح ثقه مره اخرى في المجلس وتعطيل لعمل المجلس واللي عمل الحكومه 4 شهور اخرين ما ولا 3 شهور اخرين. هذايا معناتها شكون يتحمل تبعاته؟ واضح تاكد لنا هاجر خروج الوزراء نتاع افاق تونس من حكومه يوسف الشاهد يعني التزاما بموقف الحزب.